من هون صدري من هون شعرهم بالمربع. شو في يا بي دلال؟ مين جاء؟ يا بي هذا اخي معتز وعصام ومام ساري سعيد وهيتهم عم يتخانقوا جوا. شو هالحكي؟ معتز؟ عصام تعالوا شو؟ خليكم مع الاولاد بالاوضه. شو في يا جماعة؟ خليكي برا انت وبديك. شو هدول؟ عم تطول على سهرك؟ وانت ولا كلب عم تمد ايدك على جوز اختك؟ يا بي انا ما دخلني. خلص طالوا برا انتو وياه حسابكم بعدين. يا بي ما بدك تعرف بالاول شو عامل هالصهر؟ عم يضرب اختي ليل نهار، عم يكعيتك عليه هي والاولاد. يا بي ما تصدق معتز، هذا جوزي ما عم يضربني، هذا ابن عمي سيدي وتاج راسي. لا عم يضربك وعم يضرب الاولاد كمان، ومن يومين بعدت الحلاقه ليجيب لهم اكل، مو انت هيك قلتي لي؟ انا يا مو ليش هيك عم تحكي يا مو ليش هيك؟ خلصنا بقى سعاد، انت لا تتدخلي باللي مالك فيه. خدي بنتك وروحي سوي لنا فنجان قهوة أنا وصغري. يلا ترسوا الباب. عمي أنا لا تحكي شي. عمي شو ما أنا حكيت حبيبي وحقك علينا. اعتبر كل شي صار هوني غلطة ولد صغير وطايش. حقك عندي صغيري وزي حد تاني. عود الله يرضى عليك. عود. شوف لك عمي، أنا مربيك ومعلمك الكار وقت ما كان عمرك 10 سنين الله يرحم أبوك. يعني ما حدا بهالدنيا كلياتها خابرك وعاجنك وخابزك قدي. لك يا ابني الحال المايل الله من فوق ما بيحبه. بعد الله من طبعك وله من شيمتك. خذ نصيحة مني لك سعيد. سوس الحماماتي بلاها بقى حاجتها اتركها. لك أمي أنت بتعرف شو يعني الواحد ينقال عنه حماماتي؟ يعني كذاب. يعني ما في بني آدم بكل الدنيا رح يصدقك بكلمة لو قد من حلفت. حتى لو ملعت له ورق المصحف. بكرة ابنك بس يكبر بده يحمل قيمتك لك ابني بين الناس. بدك العالم تقول عنه هذا هو ابن الحماماتي؟ اما شيت انك تضرب مرتك هاي شغله بينك وبين ربك. يا اخي اصطفل منك لحرمتك. انت الرجال وانت يا اخي صاحب القول والحق والقوام يا سيدي عليها. بس اوعى بحياتك وبعمرك وبزمانك تخلي حرمتك ما تحترمك. لك عمي الحرمه بتحب جوزها رجال ابضاي كافي بيته واولاده. مو رايح يبيع عدة شغله اللي عم ياكل وراها هو وبيته وولاده. فما بقى يا صهري الله يرضى عليك. فوتي يا ابي فوتي. سامحني ابن عمي سامحني الله يخليك. وصلت معكم تتطاولوا على صهركم انتو اتنين وتمدوا ايدكم عليه.
الله لا يعطيك العافية منك ألو، ولك هذا صهر هاد، والصهر ما بين هان، ولك هذا الصهر حامل عرض. هلا أنتوا اثنين بتحملوا بعضكم وبتنزلوا وبتستسمحوا منه، وما بيطلع من هذا البيت قبل ما يسامحكم. عم تفهموا ولا ما عم تفهموا؟ عم نفهم يا بي، هلا بنزل بستسمحوا ونبوس راسه كمان. وانت ولا لك الحكي؟ ايه وانا كمان يا بي هلا بنزل بستسمحوا. اذا بيطلع من هذا البيت زعلان بغضب عليكم ليوم الدين. لا يا بي لا، كل شيء الا غضبك. هلا بنزل وبستسمحوا وبوس راسه كمان، ما خليك الا ربي. شوف امشي يا اخي امشي.